كله. واسوأ حاجه ان احنا كعرب ومسلمين مش عارفين نتحد لحد النهارده، علشان الغرب كله هو اللي حاطنا في الوضع اللي احنا فيه ده. الغرب بيفرض علينا شروطه في ارضنا، مش قادرين نقف، مش قادرين نبعت المساعدات لغزه، خايفين ان احنا نتضرب لهذه الدرجه. ما عندناش السياده، فين عروبتنا وفين اسلامنا وفين تاريخنا؟ احنا مش قادرين ان احنا نواجه بيه ارضنا واللي بيحصل فينا، ونعار على كل مسؤول يبقى موجود مش قادر يعملها. وانا بشكر القياده السياسيه مش مبالغه، لان اللي حصل الفتره اللي فاتت ان نحافظ على ارضنا ده في المقام الاول، وده لا يعدنا في اي شيء، وده مش هيخلينا ننسى قضيه فلسطين. بيت المقدس يا جماعه ده اسلام، ده عروبه، ده احنا كلنا، ولازم نعلم جيل ورا جيل بقضيتنا، ومحدش يتنازل عنها ابدا. اتحاد المهنة الطبية جاي النهاردة يقول أطباء وصيادلة ضد الهجمات الوحشية اللي بتعملها إسرائيل، ومع القيادة السياسية في أي قرار تتخذه لمنع التهجير ومنع عبادة الفلسطينيين على أرضهم. وإن شاء الله إحنا وراء البلد في أي حاجة تتخذها بإذن الله. إحنا مع أولادنا في غزة، مع أولادنا في غزة، مش ممكن يكون واحد يعني دولة علشان خاطر عايزة حد تهدم بقيت تموت 200، دي حاجة ما حصلتش في التاريخ. احنا مع اولادنا واهلنا في غزة لغاية اخر لحظة في عمرنا. احنا مع فلسطين، فلسطين عربية، واحنا ضد هذا الكيان اللي هو شوكة في قلب العرب، الوطن العربي. وان شاء الله هيجي يوم تحيا مصر، تحيا فلسطين، تحيا مصر، تحيا فلسطين، تحيا مصر، تحيا فلسطين، تحيا مصر، تحيا فلسطين. تنويه يا جماعه، احنا لسه ما بدأناش، لسه مستنيين الزملاء الميعاد 2:30، احنا بس منتظرين، ما زلنا منتظرين، لكن احنا لازم نقول ان فلسطين ستظل عربيه، وستظل فلسطين هي الامن القومي المصري في العمق. يعني هتبقوا يعني اغبى ناس وكالعاده لو تفتكروا ان احنا نقدر نسيب فلسطين، احنا مش هنقدر نسيب فلسطين. اسكت يا اسرائيل، 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 اسكت العدو الصهيوني، اسكت العدو الصهيوني. سامع صوتك يا فلسطين، سامع صوتك يا فلسطين، احنا معاك اليوم يا سامع صوتك يا فلسطين، سامع صوتك يا فلسطين، احنا معاك اليوم يا احنا معاك اليوم يا بالدم نفديك يا اقصى، بالروح 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 بالدم نفديك يا اقصى. خيبر خيبر يا يهود، خيبر خيبر يا جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود. اللي يفتكر ان المصريين كلهم في وقت الازمات كلنا واقفين صف واحد وراء القياده السياسيه وبالاسم ورا الرئيس السيسي، دي ما فيهاش جدال في كل القطاعات. ويحيى احنا في حاله حرب واحنا عارفين كده كويس جدا كممثلين لنقابات الدوله العامه. اذا كان التفويض محتاج وقفتنا مش هنمشي، احنا بنفوض، احنا بنفوض للكرامه، بنفوض للدفاع. ارض سينا مسقيه بالدم، ممكن نكرر الدم تاني. ارض سينا مسقيه بالدم، ممكن نكرر الدم تاني. احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر، احيا مصر، احيا فلسطين، احيا فلسطين، يعيش القدس، يعيش القدس، يعيش الاقصى، يعيش الاقصى، اغيثوا غزه، اغيثوا غزه، اغيثوا غزه، اغيثوا غزه. هنرددها جيل ورا جيل، هنرددها جيل ورا جيل، تسقط تسقط اسرائيل، تسقط تسقط اسرائيل، هنرددها جيل ورا جيل، هنرددها جيل ورا جيل، تسقط تسقط اسرائيل، تسقط تسقط اسرائيل. بالروح بالدم نسقط، بالروح بالدم نفديك يا اقصى، بالروح بالدم نفديك يا اقصى، بالروح بالدم نفديك يا اقصى. ما لازالت الفعاليات مستمرة. هذا
عاوز اقول ان الصراع بيننا وبين اسرائيل صراع وجود وليس صراع حدود. ولن تستطيع مصر ان تقوم لها قائمه في وجود اسرائيل. اسرائيل كيان اسرائيل كيان سرطاني زرع في الجسم العربي حتى يمنع تدفق الدم العربي من الشرق الى الغرب ومن الغرب الى الشرق. وهو في الحقيقة كيان أكبر قاعدة عسكرية ديموغرافية في العالم، ولم انتهى الاستعمار في العالم وما زالت هي الوحيدة. الاستعمار الاستيطاني بعد ما الاستعمار الاستيطاني في أمريكا، ومنذ أن عملنا كامب ديفيد المشؤومة فهي حال مصر وحال العرب يفضل على هذا النحو. ونحن احنا الان مش غريب ان احنا نشوف اقطار عربيه ماشيه في مسيره التطبيع، والتطبيع ما هو الا خيانه، والتطبيع مع العدو ما هو الا خيانه. التطبيع مع العدو هو ان ترفع من قيمه العدو في قوته وفي موارده، وان تضعف انت امام هذا العدو. وليس صدفه أن بريطانيا التي زرعت هذا الجسم بعد سايكس بيكو سنة 1907، وهم وزعوا الشرق العربي إلى كيانات ما بين إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأمريكا. إحنا أما مصر لن تقوم قائمة للعرب ولا لمصر إلا في زوال إسرائيل. هو صراع وجود وليس صراع حدود. وكان ديفيد واسقطها، والتي ارى انا انها سوف تسقط لانه في جميع ميادين مصر بامر النظام هناك مظاهرات، وسترفع كما رفع في مجلس الشعب امس اسقاط اتفاقيه كامب ديفيد. واعتذر على انه سن و المقاومة هي الحل. المقاومة هي الحل. المقاومة هي الحل. المقاومة هي الحل. سامع صوتك يا فلسطين. سامع صوتك يا فلسطين. احنا معاك اليوم الدين. احنا معاك اليوم الدين. سامع صوتك يا فلسطين. سامع صوتك يا فلسطين. احنا أحيا مصر. أحيا مصر. أحيا مصر. أحيا مصر. أسقط إسرائيل. أسقط إسرائيل. أسقط العدو الصهيوني. أسقط العدو الصهيوني. مش هنسلم، مش هنبيع، مش هنوافق على التطبيع. مش هنسلم، مش هنبيع، مش هنوافق على التطبيع. أحيا مصر مش بلد تانية. أحيا مصر. أحيا مصر. أحيا مصر. أحيا مصر. لحظة توزيع الأعداء. في فعالية هنصور، ما فيش فعالية ما تبص على الفيديو.